بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه النهارده حلقتنا مختلفه بعض الشيء، يمكن كنا دايما متعودين بيبقى في انترو مجموعه من الاخبار، ولكن النهارده الحقيقه هنبتدي بالفقره الحواريه اللي بتبقى النص الثاني من حلقتنا. يمكن جمهور النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه عارفين اكتر، يمكن جمهور النادي الاهلي المنتشر في كل حته في مصر وخارج مصر، الحقيقه يمكن بنعرف له اكتر واكتر الالعاب اللي بيحتضنها النادي الاهلي. من احد اهم الالعاب في النادي الاهلي واقدمها، يعني من الالعاب القديمه زي التنس الارضي وزي السباحه، الغطس. الغطس من الالعاب القديمه واللي بتمارس في النادي الاهلي من سنين طويله. الحقيقه الغطس قصتها باختصار انه كان عندنا من اكتر من فتره طويله جدا، لو بتكلم من 20 سنه وطالع، كان عندنا الحقيقه ازمه كبيره في الغطس، وكنا دايما بناخد يعني ترتيب كويس ولكن ما بنوصلش للاول. كان الاول دايما منافسه كبيره ولكن بتتحسم في الاخر نادي هليوبلس بشكل كبير. من 4 سنوات او 5 سنوات تحديدا النادي الاهلي يعني اهتم جدا باللعبه دي. طبعا تولى المسؤوليه كابتن طارق نبيل وبدا يبني الفريق، بدا يبتدي بالبراعم، وكان لنا يعني وكان ليا الشرف ان كان في حلقه من 5 سنوات تقريبا مع كابتن طارق نبيل وايضا كابتن طارق الصغير، واتكلموا عن بدايه مشروع الغطس في النادي الاهلي. طبعا 5 سنوات شغل يزن في الاخر باذن الله يكلل بالنجاح. السنة اللي فاتت فريق الغطس خد الدرع العام في كل الأعمار، سواء براعم ناشئين أو عمومي، ولكن خسرنا كؤوس في بعض المراحل. السنة دي كان لازم يكون في تطور وكان لازم يكون في شغل أكتر. السنة دي برضو خدنا الدرع العام ولكن بكؤوس أكتر، كان 9 كؤوس ما بين براعم وناشئين وعمومي، فزنا ب8 من أصل 9 كؤوس. يعني معنى كده أن أنت مش بتفوز بس بالدرع العام اللي هو مجموع النقاط ومجموع الكؤوس اللي بتحصل عليها، ولكن فزت زي ما بيقولوا يعني باقتدار. فالنهارده حلقتنا عن الغطس، وهيبقى معانا كل يعني الاعمار من بدايه من البراعم والناشئين والعمومي، وهيكون معانا لاعبين اولمبيين، هيكون معانا كابتن ماهر عبد السلام كمان نجمتنا الاولمبيه اللي وحشتنا بصراحه، واللي كانت بتلعب في امريكا واللي لعبت اولمبيات ريو دي جانيرو، ويعني لعيبه اولمبيه يعني وبنت النادي الاهلي هتكون معانا. فالنهارده كل الاعمار هتكون معانا، وهنعرفكم اكتر عن الغطس وحجم الجهد المبذول ويتمرنوا فين وعدد ساعات تمرينهم وبتبتدي من اعمار قد ايه. مهم جدا جدا ندي للفرع ده حقه وجهده المبذول. في البدايه برحب بكابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، منورني في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا والف مليون مبروك، نتائج تحيه جيده، نتمنى ان شاء الله ليكم المزيد والمزيد. بنرحب طبعا ب يعني لاعبه النادي الاهلي في الغطس تحت 13 سنه يارا وليد. ازيك يا يارا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك حضرتك. ومعانا كمان هادي طارق من احد براعم النادي الاهلي تحت 13 سنه. ازيك يا هادي؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. ومعانا كمان عمر يحيى 13 سنه من براعم النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمر. ايه مش عايزكم تفكوا كده؟ ايه الموضوع؟ عايز بقى ايه ضحك وهزار كده؟ انتوا ابطال وما شاء الله عليكم، يعني حققتوا نتائج كويسه جدا. كابتن محمد اجي لك، يمكن هنتكلم عن البراعم اكتر لان طبعا اللي قاعد معانا 13 سنه. هو 13 ناشئين. ناشئين ماشي، 13 براعم من 8 ل 11، 13 ناشئين هنتكلم عنهم، بينطوا او القفز بتاعهم من كام؟ هل هم اولاد النادي الاهلي؟ تم الشغل معاهم من زمان؟ يعني كلمني عن النجاح اللي نجحناه ازاي ده، وكان مشواره ازاي؟ بص، احنا قبل ما نتكلم عن البراعم، احنا عندنا فرقه التجهيزي الاول والاكاديميه، فاحنا بنختار من التجهيزي ده الجزء اللي هيشارك معانا في البراعم. البراعم عندنا 3 مراحل، مبتدئ متقدم متميز. المبتدئ بينط 1.3 متر والمتقدم المتميز بينط 1.35 متر. ممتاز. القاعدة الكبيرة اللي المفروض نهتم بيها هي البراعم، لان هي اللي بتفرغ بعد كده للمراحل اللي بعد كده. الناشئين بقى بيخش ناشئين وعمومي، هو ده اللي بيكمل. صحيح. وكلهم ولاد النادي، يعني مرحله البراعم ما فيش حد من بره النادي، كله ولاد النادي اللي بنهتم بيهم في الشغل بتاعنا يعني. نعم. او اساس الشغل بتاعنا الولاد دول. طب احنا عندنا كام اكاديميه للغطس في النادي الاهلي؟ كام اكاديميه في كام فرع؟ ولا هي فرع واحد؟ فرع، لا فرع مدينه نصر وفرع الجزيره فيهم اكاديميات للغطس. اكاديميات. بيجي في الصيف بقى الاختبارات، والاختبارات كنت بتبقى في الشتاء عشان تضم طبعا لمرحله البراعم. ده من الاكاديميات بقى، بتكلم عن اكاديميات، بيختبروهم امتى عشان تنتقوا لعناصر مميزه تدخلوهم البراعم؟ هو احنا على فترات كده بنبتدي يعني مثلا احنا السنه دي عاملين 2015 اللي هيبتدي يتصعد، فاحنا مهتمين بيهم في خلال الفتره الجايه، دول اللي هيبتدي نشتغل معاهم بالظبط ان هم يتصعدوا الفتره الجايه للفرق. وكل فتره كده بنبتدي نصعد المجموعه اللي احنا محتاجينها للفتره الجايه تشتغل اكتر. يعني احنا عندنا الشكل هرمي شويه، القاعده بتبقى كبيره جدا، بعد كده بيتم الانتقاء وده وضع طبيعي في اي رياضه، بس الرياضات الفرديه بتبقى الموضوع يعني اصعب شويه، لان انت بتحتاج قاعده كبيره وبتحتاج مجهود اكبر ان انت
تختار منهم مجموعه اللي هتقدر تكمل، وبعدين انت لو اخترت 10 فانت اللي بيوصل لك 2 مثلا. طب سؤال يا كابتن، يعني كان زمان قاعده الغطس انا كنت اطلع الاقي عدد اللعيبه قليله على الحمام، يعني الكلام ده مثلا نتكلم من 10 سنين ولا حاجه. دلوقتي الله اكبر بلاقي عدد. طيب عملتوا ايه؟ ازاي خليتوا الغطس لعبه جاذبه لاولاد النادي وبنات النادي الاهلي؟ بص، هي الفكره كلها في المنظومه والثقافه. يعني ثقافه الناس. بمعنى يا كابتن، المنظومه الاول منظومه النادي الاهلي. منظومه النادي. تمام، ايه اللي بيميزها؟ اللي بيميزها وجود مدربين كفء. شكل التمرين بقى شكله احسن. الناس كمان ثقافتها اتغيرت، ان هي مش سباحه بقى انا جاي امرن ابني سباحه فانا تمام ده اللي انا عايزه، لا بقى في بطولات كمان، فالناس بدات يبقى عندها شغف اكتر. تمام. انها تشارك في اللعبه دي. فدي حاجات كتير اثرت طبعا على العدد اللي موجود دلوقتي. طيب دي المنظومه، ايه تاني حضرتك قلت كمان الثقافه بتاعت الناس. ان هو الناس خلاص بدات تفكر ان الرياضات اللي هي الكوره والالعاب الجماعيه ممكن تبقى تستنى عليها شويه. فممكن تجي لك الغطس فانت بتكتشف موهبه واحد جديد. يعني كان الاول انا عايز ابني يلعب كوره، انا موجود في النادي الاهلي عشان ابني يلعب كوره، لا النهارده بيلفوا على الرياضات الموجوده كلها غطس. وبعدين بقى في نتائج، فالناس بقت تبص عامل النتائج، طب ما انا ممكن اروح ابص. فممكن تلاقي واحد مش دماغه خالص ان هو يروح الحته دي ويجي ويطلع هو موهوب اصلا. صحيح. فيكمل في السكه دي. يعني انت شايف انه الدنيا في تطور طبعا، بالذات في الغطس. كنا بنتكلم في الغطس ان الدنيا في تطور، بقى عندك قاعده تقدر تختار منها اكتر، بقى في اقبال من اولياء الامور على انه يشاركوا في لعبه زي دي اولادهم يلعبوا. والناس بتيجي زعلانه لما بيبقى فعلا. احنا بناخد من 6 سنين مثلا، فيجي لك واحد 9 سنين ويقول لك انا عايز اشترك، فانت تقول له كبر صعب وكبر وبتاع، فبيبقى متضايق. يعني انت الناس كمان بقت جدا حابه انها تبقى موجوده في المنظومه. يعني طب يا راجيلك بقى، انت ليه اخترتي الغطس قولي لي؟ يعني انت اللي اخترتي ولا بابا وماما وجوكي؟ في الاول انا كنت بتلعب غطس قبل. مين اللي كانت بتلعب قبلك؟ هنا وليد. اختك. ما احنا ما نعرفش هنا، بس دي ما نعرفش هنا. فاختك الاكبر منك كانت بتلعب. كانت بتلعب غطس ولا بتلعب ايه؟ غطس. تمام، عجبتك اللعبه؟ فاي بقى تشجعني بقى وكده وكده، دخلت فطلع لي مستقبل بقى. طيب وما خفتيش من الغطس؟ انتوا بتنطوا يعني؟ لا خالص، بالعكس انا متحمسه قوي جدا. طب انت بتنطي 5 متر؟ 7. 7 كمان؟ الله اكبر، يعني ده انت عديت الخمسه كمان. يعني شويه كده نلاقيكي بقى بتنطي 10 متر بقى ان شاء الله. طيب قولي لي، يعني عملت ايه السنه دي؟ ايه الانجاز اللي انت عملتيه؟ قولي لنا، احكي لنا. جبت 3 اول. ما شاء الله، قولي لي 3 اول في ايه؟ احكي لي بقى، مش هنعدي كده على طول يا رب. جبت اول من 3. اول؟ 3 متعدي. 3 متر. تمام. متر ومن ثابت. يعني انت جبت في الثلاث بطولات اللي اشتركت فيها كابتن جابت ذهب. ذهب. ما شاء الله. ميارة من اللعيبه المميزين في الفرقه يعني. لسه كابتن طارق بيقول لي دلوقتي يعني ان شاء الله ليكي مستقبل كويس. ان شاء الله. طيب دخلت، مين اللي كان بينافسك بقى؟ يعني مين في الانديه الثانيه كنت شايفاهم بينافس معاكي وكنت متابعه نتائجه؟ ممكن يعني اللي كده هيكون مثلا سموحه وهليوبلس. سموحه وهليوبلس لعيبتهم كويسين. طب انت لما جبتي بقى اول ذهب جبتيها كان كم كم كان ارتفاع قد ايه؟ متر؟ اول ذهب ولا كانت الثلاثة ولا كانت الخمسة ولا ايه؟ لا كانت متر. متر وبعد كده 3. متر 3، يعني اول ايفنت بتشاركي بيه هو المتر. كان فين الماتشات دي؟ لا تبقى في مواجهة كتيرة، يعني مثلا كانت بتبقى مثلا في اليابلس او جزيرة او تبقى مثلا في سموحة كده. طب هو كابتن عشان تاخد الذهب هي بتبقى قفزة في يوم واحد ولا بتبقى مجموعة قفزات؟ عندها 8 نطاط بتعملهم في دورها، يعني كل ولد بيطلع ينط نطته وياخد نمره ودرجاته، وبعد كده الدور اللي بعديه تطلع تعمل النطه اللي بعديها. 8 مرات، 8 محاولات، 8 غطسات مختلفه. تمام. ومجموع السكور بتاعها اللي بيديها بقى الاول التاني. ده بيبقى في يوم واحد. في يوم واحد. طب هي بالنسبه لها مثلا يارا لعبت مباراه المتر والثلاثه والخمسه مش في يوم واحد؟ لا، متر يعني يوم والثلاثه يوم وثابت يوم. كل ده بقى طبعا عشان الايام دي هم 3 ايام ورا بعض. اعداد رهيب. طبعا. يعني انت بتتكلم يوم بس احنا ربطينا، ما هو بالظبط انت يعني عشرات المرات احنا بمجهود الثلاث اربع اشهر بتوع الصيف مثلا بينفذوا في يوم، مش يوم، هي ثانيه ساعتين. هي ثانيه النطه. هي النطه. ست، ما هو النطه ثانيه جمع 7 8 ثواني بالظبط. الموضوع صعب. ده مجهود السنه كلها في الوقت ده. طب وليه يا رنا لما بتقفي على البساط عشان تنطي او الستاند عشان يعني تنطي بتبقى قلقانه؟ في البطولات ببقى قلقانه شويه عشان عايزه ناخد النط، لكن في التمرين ما الحركة لما تبقى جديدة ببقى أنا شوية، لكن لما خلاص بقى تعودت عليها مش ببقى قلقان. طب الكابتن بيقول لك إيه وأنت طالعة؟ هي حركات وحركات. إيه بقى قولي لي؟
يعني حركه انا متعوده ان انا اعملها وعملتها وحش ده ممكن يتضايق مني، مش هيزعق يعني يتضايق، لكن لو حركه لسه اول مره هيشجعني. بزعق انا؟ لا ده ايه بقى؟ لا يقول لي لا هو تعليمات جوه التمرين، جوه التمرين علشان هي تبقى مركزه منتبه معايا ان هم. طب بامانه يرى من اللاعبات اللي بتقلق ولا ما شاء الله قلبها جميل؟ لا لا يعني بقارن بالولاد على طول. لا هي ما شاء الله، هي ما شاء الله. طب خلينا نروح للولاد. هادي انت بتلعب تحت 13، قول لي بقى عملت ايه السنه دي؟ جبت من ثابت جبت خامس ما شاء الله، وجبت من ثلاثه متحرك جبت خامس برضو. كويس برافو. وجبت من متر اول ما شاء الله. انت المتر كنت معدي بس انت عينك بايظه، الكلور مبوظه خالص يا ايدي خالص ما شاء الله. يعني انت بتفتح عينك تحت الميه يعني ما فيش، مع الارتفاعات العاليه مع القفز ده اكيد بيعمل لك مشاكل في عينك. طب قول لي يعني انت ليه من الاصل اخترت الغطس؟ لا يعني ولا هي جت كده؟ حبيتها حبيتها. طب انت لعبت سباحه الاول؟ لا انت رحت الغطس، رحت الغطس على طول. كنت بلعب جمباز قبلها وبعديها سبت وكملت في الغطس. لا تعالى لي بقى، هي الجمباز بواله صح؟ طبعا. انت كنت بتلعب جمباز الاول وكنت نفس الحركات اللي بتعملها في الجمباز هي اللي بتعملها في الغطس؟ لا كانت مختلفه بس، فعشان كده يعني ما كانتش متطابقه مع الدايفنج. فانا اصلا كنت داخل الجمباز عشان الدايفنج، عشان اظبط جسمي عشان الدايفنج، سبته عشان كانت حاجاته مش متطابقه مع الدايفنج. طيب قول لي انت لما بتقف على الستاند وخلاص يعني هتنط النطه وفي حكام قاعدين وباصين عليك، بتقلق ولا زياره كده ما فيش قلق؟ لا في اول نطه لما بعملها كويس ببدا بقى ان القلق يخف خالص، وان انا خلاص ان انا عملتها كويسه، فانا خلاص القلق راح خالص فعلا. طب حد من اخواتك بيلعب غطس ولا؟ كانت اختي الأكبر. كانت اختي الكبيره الأكبر. اكبر واحده كانت اسمها مريم، كانت بتلعب ووقفت لغايه متميز وبعديها وقفت خالص، بس دلوقتي طبعا بتلعب باليه. باليه بس هو الباليه والجمباز والغطس كله يعني بيبقوا واخدين من بعض، فيهم روح كبيره جدا. طيب ايه اكتر حاجه بتحبها في الغطس؟ ايه اللي بيخليك رايح التمرين مبسوط؟ ايه ما انت شايل شنطتك كده ورايح وبتاع، ايه اللي بيحببك في الغطس؟ ايه اللي اكتر حاجه يعني بتحبها؟ بطلع زهقي، لان انا ببقى زهقان في البيت، فيعني لان انا جربت، لان انا لما بريح بحس بزهق في البيت، ويعني الغطس بيخليني اللي هو طاقتك وتبقى مبسوط بدل ما اقعد في البيت اجري واعمل شقلبظات اقعد اجري وتكسر في الحاجه وتلعب بلاي ستيشن، لا انت هنا بقى بتروح التمرين. طب خلينا نشوف برضو يا عمر. عمر ايه بقى، قول لي عملت ايه السنه دي؟ جبت رابع من على متر. لا انا صوتك عمر عايز اسمع اسد في الاستوديو. جبت رابع من على متر. برافو. وجبت اول من على 7 متر. اول في 7 متر، 7 متر على طول ما شاء الله. يمكن يارا وعمر بينطوا سبعات وهادي وكمان بيلعبوا سبعة ما شاء الله. ما هو البورد الثابت متر 5 و7 و10 بس ال 13 سنه بينطوا 5 و7 بس. ما الله اكبر يعني انا شايف برضو حتى 7 دي برضو يعني مش قلقانين من نط 7 متر ده كتير قوي، ده انا بخاف انزله على السلم يا ابني، انت بتنطهم ازاي؟ طيب قول لي ليه الغطس؟ ليه اخترت الغطس؟ عشان اخويا كان بيتمرن غطس فكنت نفسي اجرب. يعني اخوك اكبر منك بكتير؟ فاكر اول مره حاولت تنط؟ فاكرها؟ فكان عندك كام سنه؟ يعني كنت خارج من السباحه فكنت لا استنى، انت كنت بتلعب سباحه. انت غير هادي، هادي كان بيلعب جمباز، انت كنت بتلعب سباحه. سباحه وجمباز الاثنين. فكنت خارج من التمرين وبعدين؟ كنت خارج من التمرين فشفت اخويا فكنت عايزه اجرب انط زيه. يعني فين بقى؟ كنت في مدينه نصر ولا في الجزيره؟ في مدينه نصر. مدينه نصر. وقفت على متر ونطيت؟ عجبتك القصه. طيب قول لي بقى بدات تتمرن، فاكر عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين. طيب برضو نفس السؤال ليارا ونفس السؤال اللي سالته لهادي، ليه بتحب الغطس؟ عادي يعني عشان بكون عايز انزل الميه وعايز انط يعني. طب في الشتاء ايه الوضع؟ تلاجة؟ عادي يعني. تروح تمرين في الشتاء؟ عادي. الساعه كام؟ عادي يعني في اي وقت عادي. الصبح بدري بتروح عادي، ما بتديهوش بقى المدرسه واروح بدري وبتاع، بتروح عادي بتتمرن؟ عادي. طب نفسك ايه؟ نفسك تعمل ايه في الغطس؟ نفسك توصل لايه؟ عايز تطلع اولمبياد؟ عايز تروح تروح مثلا امريكا تلعب في جامعه زي كابتن مها؟ عايز تعمل ايه؟ عايز اسافر يعني كده. طيب وانت سريعا برضو قول لي انت نفسك تعمل ايه؟ ابقى بطل واسافر خلي بالك احنا بنسجل لك، فبعد شويه لما تبقى بطل هنقول لك انت قلت كده وانت صغير. طيب وانت يا رايا نفسك تبقى ايه؟ انا عايز اخلص ثانويه عامه بعد كده اروح سكولرشيب ومن ساعتها بقى العب اولمبيكس. هيحصل ان شاء الله، طالما دي احلامكم هيحصل.
والكاميرا عندنا كاميرا الابطال مسجله لكم كل حاجه. انا بشكركم شكرا جزيلا. احنا يعني ايه طبعا يعني فقرات وكل اللعيبه معانا. بشكرك طبعا كابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، والف مليون مبروك. الله يبارك. نورتني يارا، نورتني وشرفتني. ان شاء الله تبقى نجمه قد الدنيا ان شاء الله. وبشكر طبعا هادي طارق، مبروك وان شاء الله نشوفك بطل كبير. بشكر طبعا عمر يحيى، وشد حيلك يا بطل، عايزين نشوفك بطل كبير. اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم مع الغطس في النادي الاهلي. دي كانت اولى فقراتنا، هنطلع لفاصل ونستقبل المزيد من ابطال مصر في الغطس، ولكن بعد الفاصل.